يمكن برضو من ضمن الحاجات المفيدة اللي حصلت في الوقت ده انه بقى في اماكن كتير بتتيح ان انت ممكن تاخد كورس اونلاين وفور فري، يعني مجانا ما بتدفعش اي فلوس. ويمكن برضو من الحاجات المفيدة انه في ناس فكرت انها تساعد الناس وتعرفهم الكورسز دي بتتقدم فين وازاي يقدر كل واحد ياخد الكورس المناسب ليه او حسب مجاله او حسب الحاجة اللي حاببها. في شاب فكر ان هو فعلا يعمل كده وعمل صفحه على الفيسبوك اسمها كواليفاي يور سيلف علشان يساعد الناس ازاي يقدروا ياخدوا كورس اونلاين فور فري. معانا دلوقتي على التليفون محمود وهبه مؤسس الصفحه. ازيك يا محمود؟ الله يسلمك، الحمد لله. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. منورنا جدا يا محمود. ده نورك يا استاذ عم. محمود احكي لنا كده او نقدر بقى ندخل في الموضوع على طول ونقول للناس ايه ابرز الاماكن او ابرز الكورسز الاونلاين المتاحه دلوقتي والمجالات كمان اللي فيها الكورسز ايه. والله الفتره الاخيره كتير من المنظمات العالميه زي كورسيرا ويوديمي عملوا مبادرات كويسه جدا اللي هي بتنزل كورسز من جامعات معتمده فري للطلبه بسبب فيروس كورونا وكده. اهمها مثلا كورسيرا عملت برنامج اسمه كورسيرا تجذر للطلاب الثانوي وطلاب الجامعات، بتقدم فيه كورسات كتير في مجالات كتير جدا. ويوديمي كل يوم بتنزل كوبونات لكورسات فري وبتاخد شهاده في موقع اسمه فيوتشر ليرن برضه تبع من تقريبا اقوى 10 جامعات في العالم، عاملين معاه اللي هي سبونسر شيب او اللي هي بيبقوا راعيين للكورسات ديت بيقدمها ناس على مستوى عالي. وفي ادراك وموقع رواق برضه بيقدموا كورسات بس الكورسات دي بتبقى باللغه العربيه يعني. وفي امازون عملت حاجه جميله جدا اللي هي بتوفر كتب بالانجليزي لطلاب الطلاب مثلا اللي حابه تحسن الانجليزي، كل الكتب دي فري. وطبعا المؤسسات شركات كبيره جدا زي اتش بي واي بي ام عملت كورسات فري بشهادات معتمده منها للطلاب اللي هي مهتمه بمجال التكنولوجيا والبرمجه.